إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المالك المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على شفيعنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على قدوتنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، وتنحى رئيس البلاد عن حكمه الذي استمر سنوات وسنوات ليعطينا الله الفرصة، هل تعلمنا الدرس أم لم نتعلم الدرس؟ بلاء وشدة، بلاء لكن جاء بعده العطاء، والمؤمن دائما وأبدا يقف أمام قضاء الله وقدره وأمام آياته ومعجزاته متأملا متدبرا، يقول في نفسه: ربي تعلمت الدرس جيدا. وهذا هو الفارق بين أولي الألباب وأولي الأبصار وأولي النهى وأولي الأفئدة المبصرة وبين غيرهم، يتعلمون الدرس جيدا ليكون نورا لحياتهم ونورا لآخرتهم. والسؤال: ماذا تعلمنا من هذه الحادثة، من هذه الثورة، من هذه المعجزة إن صح أن نطلق عليها معجزة؟ أولا، علمتنا المعجزة أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في حين أن البشر يدبرون ويخططون وربما يمكرون، لكن الله غالب على أمره. يخبرني صديق حميم يعمل في مجال طباعتي بأنه قبل الحادثة بخمسة أيام جاءه وفد من عدة رجال وشباب يطلبون منه أن يقوم بطباعة ملايين البطاقات، والتي تحتوي على تصريح من الموقع فيها بأن نجل الرئيس هو الذي سيخلف الرئيس في حكم البلاد بعده. يخبرني ويقسم لي أنهم وهم جلوس وقبل الحادثة بخمسة أيام جلسوا وكأنهم على يقين
بأن نجل الرئيس هو الذي سيحكم هذه البلد يقينا لا شك فيه ذرة. وإذ بالأمور تنقلب والأمور تتغير فيلتقي بهم بعد الحادثة وبعد أن تنحى الوالد عن العرش فنظر إليهم وقال رأيكم إيه؟ اليقين اللي عندكم دركت إيه؟ خطط كيفما تشاء ودبر كيفما تشاء وانكر كيفما تشاء، لكن الله غالب على أمره. علمتنا المعجزة أن الله غالب على أمره، أن مشيئة الله غالبة، أن قدر الله غالب. افعلوا ما تشاءوا يا من تمسكون بزمام الأمور في كل بلد، لكن اعلموا يقينا أن الله هو الغالب على أمره. لا تنس هذه الفكرة مع كل حادثة ومع كل قضاء ومع كل تدبير ومع كل أمر في حياتك، لا تنسى أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من كان يصدق أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، واحد فقط هو الذي يصدق. من هو؟ من كان مؤمنا بأن الله غالب على أمره. علمتنا المعجزة أن الملك لله وأن الحكم لله وأن السلطان لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فهو هبة من الله، وتنزع الملك ممن تشاء. وجلال اللفظ القرآني واضح، وتنزع. حاكم البلاد ورئيسها لما قالوا له كلنا أو معظمنا نقول حضرتك اترك الكرسي لغيرك من أجل أن يعطي بلدك وأن يعطي أولاد بلدك، ماذا فعل؟ مسك وأراد أن يستقر في مكانه. فالله يعبر عن أخذ الملك من أي ملك بصفة النزع. طيب ما تسيبه هوادة زي ما ادهولك هوادة، يعني ربنا ادهولك هبة دون تدخل منك ودون كياسة ولا ذكاء منك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزع الملك ممن تشاء. والله يا جماعة كلما دخلت بعقلي وقلبي في ذرات هذه الكلمة ومعانيها الدقيقة في اللغة وتنزع الملك، أطبقها على هذا الرئيس عندما تمسك بكرسيه وكأن الآية نزلت له ولغيره، لكن الله هداه في النهاية. نسأل الله لنا وله الهداية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز، يا أحمد يا عز، وتعز من تشاء وتذل، وتذل يا صفوة تشريف، وتذل من تشاء. والله العظيم ملك، والله العظيم ده كلام ربنا، والله العظيم ربنا صادق. قل اللهم مالك الملك، مش قال لك قل اللهم الملك، لا، مالك الملك يعني في قبضته الملك.
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير إنك على فوق كل شيء على إنك على كل شيء قدير. حين تؤمن بهذه الآية فاعلم أن الملك والملكوت لله. فكم من ملك حكم وكم من ملك جلس لكنه نسي كثيرا أن ملكه أمانة بين يديه، ونسي كثيرا أن الله في لحظة وبدون سابقة إنذار قادر على أن ينزع الملك منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والعز كل العز لمن كان مع الله. أتذكر إن أنا في يوم من الأيام بعض أحبابي قال لي يا عمي هات صورة البطاقة بتاعتك بس صورة شخصية ليك نطلع لك كرنيه حزب وطني. قلت له إن شاء الله. بقالها قدين؟ بقالها سنة أو أكثر ولم أعطيهم لا صورة البطاقة ولم أعطيهم الصورة الشخصية. هم يطلبون مني ذلك الطلب، شعرت في طلبهم بأنهم يقولون يا عم اركن على الركن الشديد، اسند على الحزب الحاكم، اسند على كارت لما يكون في حافظتك في أي نقطة مرور ولا في أي مكان تقدر تمشي مصالحك بيه ويبقى كارت إرهاب لأي حد. صدقوني لمستها، وعشان الحتة ديت ما عملتهاش. إن عندي يقين إن اللي عايز العز مع الله، واللي عايز النجاة مع الله، واللي عايز الخير مع الله، واللي عايز السلطة والقوة مع الله، وإن الملجأ واللجوء والركون لا يكون إلا لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كل من أخرج بطاقة ينتسب من خلالها لذلك الحزب كان قبل ذلك يفخر بها، أما الآن فربما هو يخاف أن يعلنها أو يظهرها لأحد. صح، إنما لما يكون مع حضرتك كرت مكتوب عليه وأن إلى ربك المنتهى، كرت مكتوب عليه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، كرت مكتوب عليه أنا وسطتي ربنا، أنا حميت ربنا، أنا عبد ربنا، أنا معايا ربنا. الكرت ده مستحيل يحرق أو يسرق أو يهلك أبدا. علمتني المعجزة أن من أرضى الله ولو بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس بدون ذكر أسماء. لكن هناك أناس لما علوا المناصب في البلد فحاولوا على قدر طاقتهم أن يرضوا ربهم، فأسقط ذلك بعض الناس فعزلوهم من مكانهم. جاء اليوم اللي كل الناس بتقول هو ده وعايزين ده وما ينفعش غير ده. عارفين ليه؟ لأنه هناك من 11 سنة قال يا جماعة أنا بقى أبني دي أمانة بين إيدي، أنا مش عايز غير إن أنا أوصل الأمانة لأهلها. هم علموا ذلك فرموه. هو أراد أن يرضي الله والله حسيبه، لكن أسقط الناس. ربنا عمل إيه؟ رضي عنه الله ثم أرضى عنه بعد ذلك الناس. ومن أسخط الله ولو برضا الناس. كم يا وزير الإعلام
ما حاولت أن تسخط الله عشان ترضي السيد الرئيس، عشان ترضي الحزب الحاكم، عشان ترضي الحكومة، عشان ترضي الوزراء. كم يا سادة يا وزراء ما أسخطتم الله في مواقعكم على حساب إن كنتم عايزين ترضوا شخص واحد. كم يا وزير الداخلية ما حاولت أن تسخط الله بظلم واعتداء لكي ترضي شخص واحد. يا ريس الأمن مستتب، يا ريس البلد في إيدينا، يا ريس ولا يهمك حاجة، يا ريس ده شوية فرام فرقتهم من ميدان التحرير ولا يعود منهم أحد إليه أبدا. مش ده حاول يرضي إنسان أو يرضي سلطة على حساب أنه أسخط الله؟ مش رجال الشرطة أو بعض رجال الشرطة سنين حاولوا يرضوا واحد فأهانوا شعبا وأذلوا أناسا لكنهم بذلك أسخطوا الله؟ مش ده اللي حصل؟ تعالوا نحسبها. لما أسخطوا الله لكي يرضوا إنسان، هذا الإنسان ما نفعهم ساعة الأزل، لأن النافع الضار هو الله. والغريب أنه سمنهم وكبرهم ليحموه، وأنهم جاملوه وأسخطوا الله ليرضوه، فساعة الأزمة هو ما نفعهم وهم ما نفعوه. صح ولا مش صح؟ لا قدروا يحافظوا له على الكرسي بتاعه، ولا هو استطاع أن يحميهم من شعب ظلموه كثيرا وأكلوا حقه كثيرا. هي دي أصل الحكاية. في معجزة 25 يناير، من أسخط الله عشان يرضي الناس سخط عنه الله وأسخط عنهم الناس. أول ما الأزمة حصلت بالتليفون اعلن إقالتك من الحزب. مش أحمد ده اللي كان عمال يرمي لك في الناس المتقدمين لمجلس الشام ومجلس الشورى تحت الرجلين عشان الحزب بتاعك هو اللي يظل مسيطر، عشان ابنك هو اللي يمسك؟ مش هو ده؟ لا، هو أحمد سمع الكلام وأسخط الله في رضا واحد. إجا حضرة الواحد ده ما نفعوش ساعة الأزمة، بالعكس ده عند المحاكمة مش هينفعه لا هو ولا غيره. سبحان الملك. يا جماعة نفهم، لله في أيامه معجزات وآيات. إيمانك وقلبك وعقلك لازم يستوعب هذه الآيات والمعجزات، بس لو مش هتفهم وانت حي، لو مش هتسمع وانت حي، لو مش هتبصر وانت حي، أمال هتسمع إمتى وتبصر إمتى وتفهم إمتى؟ علمتنا المعجزة السابقة أن نتعلم أن نقول لا لأول مرة في حياتي منذ أن أصبح لي إدراكا يعي وأذن تسمع وعين ترى، أرى كلمة لا تتردد على لسان الكبير والصغير، العالم والجاهل، الكل أصبح يقول للظلم لا، أصبح يقول للباطل لا، أصبح يقول للفساد لا، أصبح يقول للخطأ لا. وهذه في حد ذاتها أعظم مكسب، أو أعظم مكسب من مكاسب هذه المعجزة، إن إحنا نتعلم ثقافة متى نقول للظلم لا، للظالمين لا، للفساد لا، للمفسدين لا، مهما كان زمانه ومكانه. عمر أول خطبة خطبها قال أيها الناس اتقوا الله معي وفي طالما أنني أتقي الله. فقام رجل وقال والله يا عمر إن لم تتق الله فينا فإننا سنقومك، لا بألسنتنا لكن سنقومك بسيوفنا. فرد عمر بغير كذب وغير عظمة وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر إذا عوج عمر. دي أمة قامت
وأم كان لها شأن لما تعلمت ثقافة لا، ومتى تقول لا مهما كان طاغية أو الظالم الذي أمامها. علمتنا المعجزة أن نكون عند الفرج وعند النصر أن نكون من الشاكرين لله، من الراجعين إلى الله، من المصلحين لأنفسنا ولحياتنا، ولا نكون عند النصر وعند الفوز من الشامتين أو من المتكبرين. بعض الناس وكأنهم في حالة كبر وحالة غرور، وبعض القنوات العالمية العربية الإسلامية يظهر إعلامي فيها فيقول عندما تنحى السيد الرئيس عن منصبه، يقول جاءنا البيان التالي. وقبل أن نذكر البيان عن تنحي الرئيس يعني، تذكروا معي قول الله سبحانه وتعالى، الإعلام بيقول، المذيع بيقول يعني، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طب هو دائما بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم واجه في مكة 13 سنة إذا لم يواجهه أحد، ولما فتح الله له مكة ودخلها منتصرا، دخلها على راحلته، دخلها على دابته غير متكبر، وقد أحنى رأسه حتى كادت رأسه تلمس عرق دابته تواضعا لله، وهو يشكر الله على النصر الذي جاء. إنما يقيمي في أن أنفخ صدري وبأعلى صوتي أقول إحنا أسقطناه، إحنا رميناه، إحنا أقلناه، إحنا زلناه، إحنا أهناه. دي مش سمات المؤمنين، لا دي مش لغة المؤمنين أبدا أبدا. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، إنما قل الحمد لله الذي نكم للصالحين، الحمد لله الذي أزال الغمة عن الأمة، الحمد لله الذي وفقنا لذلك. إنما تتكبر لا ما ينفعش. سيدنا يوسف لما ربنا اداله الملك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلنتعلم من المعجزة أو من الثورة أو من الحادثة ألا نشمت بأحد مهما كان فعله قبل ذلك، لأن الفرج جاء من الله. سابعا، علمتنا المعجزة أن كرامة الإنسان في حريته، وحريته لا يصل إليها إلا بالتضحية. فالبلد ضحت في هذه الثورة وهذه الأزمة ببعض شبابها وببعض دمائها وببعض مالها وببعض أبنيتها، ودي ضريبة طبيعية. اللي عايز يكون إنسان ما هيكونش إنسان إلا بالكرامة، ولن نصل إلى الكرامة والحرية إلا إذا قمنا بالتضحية. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثامنا، علمتنا المعجزة، علمتنا المعجزة أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. فلا الغني يبقى غني، ولا الثري يظل ثري، ولا الصحيح يظل صحيح، ولا القوي يظل قوي. فدوام الحال من المحال. فلا تركن إلى الدنيا، ولا تركن إلى مالك،
ولا تركن إلى شيء فدوام حالك فيه محال، لكن اتق الله في أي زمان وفي أي مكان تنجو، خاصة إذا بدل الله الحال إلى أسوأ حال. ساعة ما ربنا يبدل الأحوال رصيدك مع الله هيعزك هيرفعك. عارف ليه؟ لأنك فهمت المعادلة من البداية، إن الصحة لا تدوم فأنت لا تتجبر بها على أحد، وجمالك لا يدوم فلا تتكبري به على أحد، ومال زوجك لا يدوم فلا نتسلط به على الجيران والأرحام الفقراء. يا جماعة، دوام الحال من المحال، ولا يبقى إلا الحنان المنان، ولا يبقى إلا الحنان المنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، علمتنا جميعا هذه المعجزة تاسعا أن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. الزبد هو ما تراه على الماء من هوام كثير وأمور وأشياء ليس لها قيمة، شكلها كثير وحجمها أمام عينك كبير، وربما تغطي جوهر الماء وصفائه، لكن ليس لها دوام، لكن ليس لها استقرار، لكنها غير نافعة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لازم نتعلم من الآية دي مع المعجزة دي والحادثة دي أن الله سبحانه وتعالى من الممكن بسنته التي أعطاها في الكون لخلقه أن يجعل للباطل دولة، وأن يجعل لأهل الباطل رفعة، لكن لا دوام للباطل أبدا، ولا دوام لأهله أبدا، حتى وإن استمرت دولة الباطل سنين، فالحكمة تقول دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. عاشرا، علمتنا المعجزة أنك أنت، اختارك الله أنت أن تكون أنت شاهدا على العصر في زمن هذه المعجزة التي حدثت، لأن الله اختارك ليختبرك مع هذه النقلة، مع هذا التغيير، أتكون من المصلحين أم تكون من المفسدين؟ أتكون من المغيرين المتغيرين أم تكون من الكسالى والخاملين الذين لم تؤثر فيهم أحداث ولا معجزة؟ ربنا اخترنا إحنا بالذات عشان نشهد هذا الحدث الذي لم يجريه لأحد غيرنا في تلك البلد بهذه الصورة، لأنه اختبار وأمانة، لأن الله يريد أن يقول حملتكم أيها الجيل هذه الأمانة، فماذا تفعلون وكيف تصلحون ومتى تتغيرون لكي تستطيعوا أن تغيروا هذه الأرض؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شفت ربنا عمل لك إيه؟
بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربنا بيختبرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، يلي ربنا نصركم على الظلم والظالمين والفساد المفسدين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الآيات دي يا جماعة في سورة اسمها سورة النور، وكأن الله يقول لنا الآية دي مع الحادثة دي في هذه الأيام، لو أخذتم بها ستنير لكم طريقكم وحياتكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أرأيت ماذا أعطاك الله؟ بشرط أنت كمان لازم تدي. أعمل إيه يا رب؟ يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك، بعدما أعطيته الفرصة، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الكل في هذه الأيام ينادي بتغيير الدستور، لكني أنا من هذا المكان المبارك أنادي بتغيير شيء آخر قبل وأهم من تغيير الدستور. فما هو ذلك الشيء؟ هذا موعدنا القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم انصر إسلامنا وسدد ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا ولا تخيف فيك رجاءنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وتول جميع أمورنا، وحسن أخلاقنا. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال بفضلك وجودك يا حنان يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.